السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلاب والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأثواب. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب، زر لايك، يعني هذاك شجعنا كثير على تقديم المزيد والبحث عن الجديد ديال الاثواب. كما كتشوفوا اليوم عندنا هاد التوب ديال الكريب، توب رائع ديال الكريب، في كاينين الوان زوينه وموديلات ديال الالوان، يعني الجديد ديال الكريب لهاد السنه هذه. كما كتشوفوا تلوينه يعني باقي لا تحطات، يعني الوان رائعه، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا التوب ديال الكريب يعني كلشي طايح في اللبس ديالو مطلوب، يعني التوب رائع. بالنسبه للثمن ديال هاد التوب داير 70 درهم المترو، يعني 14 مدريد. كاين عند عبد الفتاح اللي كاين في سيدي بنور، في الباب الخلفي ديال القياده اللي كاين حدا لبريكاد، يعني جار قاسم مول التوب عنده هاد التوب هذا باقي الله جابو. كريب دير ليه 70 درهم المترو. هاد الكريب كيجي في جلابه، كيتخيط في جلابه، كيتطرز بالطرز الرباطي او الطرز ديال الكمبيوتر او الطرز ديال الكاتفيل او حتى التنبات ديال العقيق، يعني كيجي رائع في اللبسه ديالو طايح، وكيجي حتى في التكشيطة او القفطان. كما كتشوفوا باقي بالتيكيت ديالو، باقي الله حلينا هاد الرولوات، يعني باقي الله حلينا ديال كوريا. كما كتشوفوا يعني هاد التوب ديال كوريا، يعني باقي كلهم بالتيكيت ديالهم. هاد التوب هدا ديال كوريا كريب رائع الألوان، كما كتشوفوا الألوان اللي كاين هاد السنة هذه، لوينات رائعة. كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. متنساوش مرة أخرى تضغطوا على زر الإعجاب، زر لايك، يعني داك شجعنا كتير على تقديم المزيد. كما قلنا هاد التوب راه داير ليه 70 درهم المترو، كاين عند عبد الفتاح اللي كاين في مدينة سيدي بنور حدا قاسم مول التوب، يعني جا في الباب الخلفي ديال القيادة اللي كاين حدا لبريكاد القاعة ديال الحفلات. كما كتشوفوا تلوينة ديال هاد التوب هذا. بالنسبة للناس اللي كيبغي ياخدو جملة، راه عندنا كيبيع حتى الجملة تاعي، مثلا اللي بغي ياخد شي عدد كتير ديال التوب، انا غادي نخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديالو في اول تعليق، اللي بغى شي حاجة يتصل بيه. الثمن كما قلنا راه داير ليه 70 درهم المترو. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.